الو ايوه انا شو الاخبار؟ شو وين؟ شو الوضع وين انت؟ اسمع انا قاعد بمحل اللي معي آلي سامع؟ اسمع شو رايك نعمل الحلقه اليوم بالتليفون؟ لان مش قادر اترك هاي الآلي بهذا الجو اللي احنا يعني انت بتقول لا يا زلمه بحيات نائل خلص ما في عندك مصورين طيب عندك مصورين عم بصوروك وانا في عندي مصورون عم بصورني طيب شو رايك شو بدك تسوي اليوم بدك يا اخي بدي اسوي هيك كنت مفكرك جاي يعني بس خلص انا علقت هون انا كنت حابب اجي بس طب جيب هالآلة يا اخي وتعال نشوف شو القصه طيب اسمع جيب الآلة يا تعال خلينا نشوف طيب قول لي بس ايش بدك تساوي بساوي ستيك سنتا يا زلمة عجل عشانك ستيك سنتا يا ستيك سنتا عشانك اشي مزبط يا عيني عليك مع شوية انتي باستي شوية خضرة مشوية طيب خلنا تعال يا زلمة طيب لك انا ياني جاي ياني جاي استناك ياني جاي نائل ايوه شو الوضع؟ يا زلمة كيف انت؟ اسمع 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 هاي بط. هاي الموسيقى بتعطيش للسنتة هيك شوية بلا. نغمات بلا عجيب تعطينا شوية تعطيها اسمع اسمع طب جيبها جيبها تاني عزيف العجيب يلا تعال نشوف يلا شو هاي آلي مش من هذا العالم سويسرية هاي هاي بعرفش إذا من سويسرا ولا ولا أفكر كل نقة بدك تحط بهيري الآلة اسمها بانتو بانتو سويسرية مزبوط تنعمل على صلب موسيقى واحد عندك معلومات عنها يعني هذا هو هاي المعلومات قلت لك إياها خلصت بتعرف إنه هاي الآلة يعني إنه كل واحد بيقدر يعزف عليها مش انه لازم تتعلم عليها بتتمرن وبتعطيك نغمات فظيع 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 برافو طيب انا هسه بدي اعزف لك معزوفه حلو والله اللي تعطيك شويه زي ما تقول هيك استرخاء مع السنتا ومع الاشياء اللي انا فوتت الخضره بالفرن خضره بالفرن مشويه حلو شوي خضره مشويه شو عليهم بس زيت ملح فلفل خليهم هيك لحالهم حلو بتعرف شو خلينا احط معهم ايش خلينا بعدين نفوت معهم نعوض زعتر فارس وهي الشغلات كيف اللحمة صارت هسه؟ هلا والله تقطرت بتعرف؟ تفضلوا تعال حطيت على اللحمة ملح وفلفل ممتاز خليها بس شوي شو ضل علينا؟ ما نستنى قلب اللحمة على الفرن نحط معها شوية روزمارين هون تعطيها طعمة بعدين نقيمها روزماري وحده انه اذا بتتعوى كثير بتتعوى كثير بتحترق بتعطيك مرار اذا بتحط كثير الروزماري قصدك من الاول اذا بتخليه كثير وقت اذا بتخليه كثير وقت مع حط شوي بنتيك الطعمه وخلص هذا هو حلو هسه عندي سؤال بسيط تفضل عمليا اللحمه تعتبر مثلا وجبه اللي دائما اللي بيجي حدا مثل الخضره هو الاضافه اضافه
السلحمي عشان تسوي بياخد لك اقل وقت من الخضره، مع انه هي الخضره هي الشيء اللي هو اكثر وقت، اكثر وقت، بس هو عمليا هو الجانبي من الطبخه. تمام، بتعلق شو الخضره عم تستعملها؟ يعني نفرض بطاطا بتاخذ وقت، بتاخذ وقت، شو ممكن مرات تعملها؟ ممكن تسلقها نص سلقه بمي سخنه على اساس فوتها مع 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 البهار اللي بدك اياه على الفرن. هاي شغله ممكن تسرع لك قصه الفرن. بس لما تاخذ مثلا شغلات زي كيف احنا حطينا بصل، بندوره، فليفله، كل شيء راح تحطها يعني خلال اسرع، خلال 10 دقائق ماكسيموم لازم تكون جاهز. منيح. فانت بتخلي اللحمه هون بدك حراره عاليه تنطيك طبقه محروقه، يعني مش محروقه بس انه تنطيك طبقه تتسكر منيح بالضبط عشان تحفظ كل الطعم تاعها، كل الطعم بقلب اللحمه. لما يكون احنا عندنا جريل، لما يكون عندنا كانون تسكر اللحمه نقدر ساعتها، يعني احنا بنتحكم اقل في النار، بنتحكم اقل لما يكون عندنا فحم. بس لسه معي بزيت وبهاي الشغلات انت تقدر تعلي وتوطي بالضبط. بدها تطلع ريحة الروزماري والزعفر الفارسي. حطينا عليها بهار، حطينا ملح فلفل، حطينا خضرة صارت جوا. شوف هاي شغلة، يعني هاي مثلا الستكات هي وجبة فخمة. لا نسبيا وجبة فخمة، نسبيا وجبة لحم ستيك فخمة وسنتا، بس هي من الوجبات اللي بتاخذ شوية شيء، بتاخذ شوية ابدا، وهي طبعا بالمطاعم من اغلى الوجبات. لانه اللحمة نفسها، اللحمة انت شو عندك خبره باللحم؟ شو بتحب؟ انا بحب ستيكات. شو ستيك اللي بتحب؟ ستيك السنتر. سنتر؟ يعني انا مثلا كثير بيروحوا انتريكوت، وزي ما تقول مشهور الانتريكوت اكثر من السنتر او فيليه، بس انا بحس السنتر اطيب، فيها دهن اكثر وطعمتها غير، يعني طعمتها طعم منيحه. الفيليه عمليا شوف الفيليه هي لحمه كثير طريه، ولحمه اقل دهن للي بقولش لحمه مع دهن. يعني في كثير ناس بدها اللحمه بدون دهن، تمام، هن حرين، هاي اختيارين، بس هن ممكن يختاروا لحمه اللي هي بدون دهن اللي هي اكثر شيء الفيليه. مزبوط. هاي شو، بس انت بتيجي بتقول لسه اليوم بدي ستيك، شو بدك من ستيك؟ يعني بدك ستيك مع دهن، بدك تاكل ستيك ميديوم اللي او رير في كثير حالات مثلا السنتر رير، مش لازم ميديوم. طب شو قصه انا مثلا شو يعني هاي كمان في زي ما تقول قصه بالنسبه لقديش اللحمه تكون مستويه. عندك الرير اند ميديوم ويل او ويل دان، وفي طبعا ناس بتقدرش تشوف او تقدرش تشوف اللحمه حماره او نقطه دم. صح، فهمت كيف؟ بس عمليا لما انت بتسكتيها على الاخر هي بتفقد من العصاره تبعتها. بالضبط، ومش بس هيك، ويمكن بعرفش اذا من طعمتها، لانه انا باكلها يعني ميديوم ويل ماكسيموم. طعمتها انت بتتلذذ اكثر في الطعم لما يكون عندك لحمه طريه. مزبوط. هاي يعني هاي كمان شغله مهمه، انك انت بدك تاكل لحمه، بدك لحمه بنفس الوقت طريه بنفس الوقت طيبه. انت حرام تطلع طعمتها شو تصير، بتصير زي الجلد يا زلمه. ما هذا حرام، بتصير زي القومي. انا طلع على بس يجي زبون يقول لي بدي ستيك ويل دان، احرقه. شو ويل دان؟ واحد والله حرام. يعني انت مغلب حالك وجاي على مطعم مش عارف شو، دافع مصاري تاكل شغله مش بس. خلص، كل واحد يعني كل واحد وطعمه، كل واحد وذوقه طبعا. حطها بس شوي، هاي الشقه، خليها تعمل لي كريسبي. خليها قرب لي الكاميرا اكثر، تفوت لجوه، خليني احس العصاره تبعت السنتا. العصاره ما انا ادور عليها الكلمه تلاقيتها، كلمه عصاره كثير اخذ لي وقت تاني لقيتها. نعنع يا نعنع اخضر يا نعنع، عروسه حلوه يا زينب بتقطف نعنع. ايش مين؟ ما هو صار قاصص الخضره وقاصص الخضره فيها بالفراغ. هناك قعد لي على البال دار يعزف عامل لي فيها. بتجنن. فويتها بس على الفرن شوي. افحص الخضره اللي بالفرن. بدي افوتها على الفرن بالمره، بس بفحص الفرن. اوكي. احبك.
أيوة. أحبك أحب كل شيء فيك. يا سلام دولا بفوتوش معنا ولا بفوتوش حاجة. أخذت الطعمة شايف؟ شايف اللون هون؟ بجنن. شايف لون الدهنة؟ 100%. هاي الوصار نحط الغاز. هاي الفرن ثلاث دقائق بالضبط. شايف؟ ايوه ثلاث دقائق. خلينا نجهز الصلصة عمليا. جهز الصحن. هاي ممكن يجي حدا سلطة، ممكن يجي حدا، ممكن تعمل حدها سلطة او رز او رز. بس احنا عندنا هسه احنا عاملين الخضرة المشوية كمان. طيب طبعا خضرة مشوية. يعني انت بدك بالاخر شو بدك؟ اضافة. طيب بدك اضافة على الستيك صح؟ خضرة مشوية. ممكن يكون تعمل خضرة، ممكن تعمل بطاطا اللي يكون فيه نشويات وفي خضرة فيها. ممكن تاخذ مثلا تعمل سلطة عدس مع بده يكون شيء بيستاهل يكون اضافة لستيك. شايف شو؟ او ممكن تحضر انا عارف اي صوص. في ناس كثير بتحب ستيك مع صوص، مع انه انا لا. ما هذا اللي جاي اسالك اياه. لا انه انا لحديت اسا من البرنامج اللي صورناه هين ما شفتكاش عملت صوص لاي نوع لحمة. ممكن يطلع مع حامض وليمون، حامض وتومي، قصدي تومي يمكن بنفس الطريقة. ممكن يطلع مع كريمة وفقع. كريمة ممكن في كثير كريمة وفلفل حتى. وفلفل. بس أنت شو بتفضل عمليا؟ أنا صوص مرات، أنا بالعكس مرات الصوص أنا بالعكس بطغي على أنا اللحن. بالعكس أنا إذا 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 بس إذا صوص بس كريمة وفلفل أو زبدة مع فلفل وعشرة توابل. أما غير هيك لا. يعني بفضلش. لما عندك ستيك لا عندك لحمة منيحة ليش تستعمل صوص؟ فاهم شو؟ يعني ممكن مع بجنب سمك مش على السمك. ممكن أحب السمك مطبوخ بس مش الصوص عليه. أو ممكن على الدجاج ممكن دجاج بس لحمة حمراء لا بفضلش. في مرات تستعمل أنت لحمة بتعمل لحمة مطبوخة. أنت لحمة مطبوخة ممكن تكون لحمة اللي هي بدها طبخ يعني بحاجة إنها تنطبخ. شو ممكن انت هناك تستعمل الاطعمه بتاعت الصوص في اللحم؟ حلو بس اللحم المطبوخه اللي هي عمليا بتكون كل العصير تبعها مع المي مع الكذا اللي ممكن هي كمان شوي هي ممكن تكون بحاجه انها تطبخها. هي اللحمه نفسها بحاجه انها تنطبخ. فهمت شو؟ هات نشوف اللحمه وين صارت. شو وين صارت؟ دقيقتين صار لها دقيقتين. صار لها دقيقتين بفكر حكينا دقيقتين. هاي الربيط، هاي الفلفلة، شوية انتباستي خفيفة خيار ربيع. أيوة. أحلى إضافة للصحن. ممتاز. وجبة كاملة. هاي اللوبي. وجبة كاملة متكاملة. بالظبط. تفتح النفس، ريحتها بتشهي. الثومة بعدين ما تنشوى. تقشرها شوي. ليه كيف تقشرها؟ ليه؟ بتقشر لحالك. بتهلس. ايوه. يا عيني. بعدين الثومة بس نشوى ببطل طعمتها زي كيف بتكون. كثير ناعمة. مثلا تومي، كمية تومي هيك مع ملفوف. ايوه. بالطنجرة. ايوه. يا حبيبي. كيف بدك تقسم لنا اياها؟ شرائح شرائح. شرائح شرائح. هاي مع شقفة الدهن. ممتاز. يا صديقي. ايه. هيك لازم تكون. هاي تعتبر ايش؟ ميديوم ويل؟ ميديوم. ميديوم. هاي ميديوم. هاي الوجبة جاهزة حبيبي. هاي الوجبة جاهزة. بس تحط التاتش.
تاتش يلا تاتش تبع مع الفلفل الاصفر. ايوه 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 هي هيك تفكروش انه انا ماخذها من التركي هيك عملت. المهم تكون عجبتك الوجبه يا اخي ربيع بتجنن. طيب يا جماعه الخير هاي اكلتنا لليوم سنتا مع خضار مشويه مش كتير صعب عملانا عمليا هي في إلى مفوتنا بالأول الخضرة على الفرن شويناهن مع شوية تتبيلة فلفل ملح اللحمة تقلت تسكرت بعدين فاتت على الفرن كمان 5 دقائق 7 دقائق والوجبة حاضرة وعمليا عندنا هون إشي بيشبه الصحن الطائر لازم حدا يطوزه. واحد حاضرين 1 2 3